السلام عليكم، اهلا بيكم يا اولى ثانوي. اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هبدا معاكم حلول كتاب المعاصر على اللو اوف جرافيتي والجرافيتيشنال فيلد والساتلايت. طبعا هما الكتاب عامل المعاصر عاملهم 3 دروس، احنا برضو هناخد الـ3. طبعا انا معاكم النهارده مش هحل تفصيلي، يعني انا هحاول اوريك الطريقه بتتحل ازاي، احط لك الرول المناسب، بنعمل ايه بالظبط، وهسيبك انت تكملها عشان تبقى تمشي ايدك وبالتالي تتعود كويس على الموضوع دوت. بس انا عايزك تفتكر معايا وتكون كاتب، يعني قبل ما تشغل الفيديو كويس يا ريت ترجع للفيديو بتاع المرة اللي فات، واخر حاجة انا كنت عملها زي ما معودكم على طول ان احنا بنلم الرول كلها بتاعة التشابتر بنحطها في ورقة رول كده، فيا ريت ورقة الرول ديت اللي انا عاملها تكون انت حاططها قدامك ومظبطها كمان، لانها هتريحك قوي. كل حاجة ليها اكتر من فورم، فمش هتاخد وقت كتير في الحلول، فيا ريت بس تمشي معايا عشان وتركز جامد كده في الحل ان شاء الله، لاني باذن الله قريب كده ان شاء الله هنعمل امتحان الكتروني وهنبعته لكم، والامتحان الالكتروني دوت هيبقى بتايم وكل حاجة زي امتحان اخر السنة بالظبط، وهتحلوه وهتبعته لي اونلاين، وهنبدأ نشوف الانسر بتاعته عاملة ازاي. فيا ريت بس ما حدش يكسل في موضوع الحلول وخليك معايا. طبعا الدرس الاولاني اللي هو الجرافيتيشنال فورس هنبدأ الحلول بتاعتها بالجزء الاولاني اللي هو المالتيبل تشويس كويستشنز. طبعا اول حاجة بيقول لك if the distance between centers of two bodies is doubled والماس is kept constant، يعني تشينج اونلي حصل بس في الديستنس اللي بين التو اوبجكت، واحنا عارفين انه الاتراكشن فورس انفرس بروبورشنال مع السكوير ديستنس. فاللي بيقول لي الديستنس دبل دبل هنخليها سكوير تبقى 4 4 ونشقلبها يبقى 1 اوفر 4، وبالتالي يبقى الجرافيتيشنال فورس ديكريز كوارتر او 4 تايمز. برضه بيقول لك طب لو الديستنس بتوين السنتر اوف تو ماسز ديكريز تو هاف، الفورس هيحصل ايه؟ برضه يبقى هاف، هنعمل لها سكوير هتبقى 1 اوفر 4، هنشقلبها هتبقى 4، وبالتالي تبقى انكريز 4 تايمز. هنا بيقول لي التو سيميلر بولز اتش اوف ماس ام والريديوس ار وهما الاثنين بليست ان كونتاكت، فمعنى كلمه انه بليست ان كونتاكت يبقى هما الاثنين لامسين بعض، يبقى في الحاله ديت الديستنس بتوين تو سنتر هيبقى الار بتاعت دي والار بتاعت دي، فهيبقى الديستنس بتاعتي اللي هي 2 ار، فلما نعمل ال 2 ار هتبقى 2 ار سكوير هتبقى 4 ار سكوير، فطبعا هيبقى جي ام ام هتبقى جي ام باور 2 لانهم سيميلر، وبالتالي ديفايدد الريديوس اللي هي 2 ار فهتبقى 2 ار سكوير اللي هي 4 ار سكوير، عشان كده هتبقى التشوز بتاعك اللي هو بي. هنا بيقول لي تو بولز اوف ماسز 8 كيلو جرام و 20 كيلو جرام والديستنس اللي بينهم 0.2 متر. طبعا لما نيجي نحسب الجرافيتيشنال فورس ان تيرمز اوف الجرافيتيشنال كونستانت، طبعا انت هتقول جي ام ام اوفر ار سكويرد، يعني هتعمل ده على الكالكوليتر 20 باي 10 على 0.2 سكوير ملتبلاي جي، هيطلع لك 4000 جي. لما تيجي تمسك 5 بتقول لك if the distance between the centers of two identical balls of 1 meter والفورس اوف اتراكشن بتوين ذم 1 متر، طبعا انت هتعوض في الرول مش اكتر، يعني هيبقى 1 ايكوال جي اللي هي القيمه بتاعتها ديت في ام سكويرد ديفايدد 1، يعني بالتالي جي في ام سكوير ايكوال 1، وبالتالي ام سكوير ايكوال 1 اوفر جي، يبقى الام لوحدها هتاخد الروت بتاع 1 اوفر جي، يعني الروت بتاع 1 على 6.67 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 11 اندر الروت، هيطلع لك الماس بتاعت الوحده 1.22 ملتبلاي 10 تو ذا باور 5 كيلو جرام. بعد كده بيقول لك الريشيو بتوين اليونيفرسال جرافيتيشنال كونستانت اون ايرث سيرفيس والمون، طبعا ده كويشن حلو، احنا عارفين انه ده اسمه الجرافيتيشنال كونستانت وده يونيفرسال كونستانت، فالفاليو بتاعته سيم افري بليس ان ذا يونيفرس. بعد كده بيقول لي طيب two bodies of masses m1 و m2 والdistance between them is r، طيب if الماس of the first body is doubled والdistance between them is also doubled، طبعا انا عندي m بس اللي دبل، فطبعا اللي فوق هيبقى 2m او 2، يعني هتبقى الحاجة الوحيدة اللي دبل 2، واللي تحت هتبقى 2 بس سكويرد، فهتبقى 2 ديفايدد 4، يعني النهاية انها هاف، فانت هتقول الانسر بتاعك انها
decrease to half. الموضوع ده بقى الكويشن اللي حلو شويه عاوزين نركز فيه. هنا بيقول لي في الفيجر اللي قدامك الكار كانت away moving away for, with uniform velocity from traffic lights. يعني هي بتبعد لقدام بيونيفورم مين؟ بيونيفورم velocity. وطالما هي بتبعد بيونيفورم velocity يبقى في الحالة ديت هي cover equal displacement in equal times، وبالتالي هيبقى displacement اللي هو البعد يعني اللي بينهم هيبقى proportional مع مين؟ هيبقى proportional مع التايم. في الحالة ديت هتبقى الفورس اوف جرافيتي احنا عارفين انها انفرس سكوير مع الديسبليسمنت او الديستنس اللي بين التو اوبجكت. دلوقتي انا عارف ان الديسبليسمنت هتبقى دايركت مع التايم، وبالتالي هتبقى الفورس اوف جرافيتي انفرس بروبورشنال مع التايم، وعشان انفرس بروبورشنال مع التايم سكويرد هيبقى الشيب بتاع الرول اهو اللي هو بي. دول حاجتين اللي انفرس، لو كانت انفرس بس كان ده الانفرس العادي، لكن ده اللي انفرس مع السكوير هيبقى الروت بتاعي هتختار بي. وطبعا انا قلت لك احنا اخترنا بي ليه، وطبعا ده كويشن حلو وانا وضحت لك الايديا بتاعته. طبعا هنا بيقول لي تو استيرويدز، وان اوف ماس 7.12 تايمز 10 تو باور 18 كيلو جرام، اند ذا اذر ويز ماس 5.33 تو باور 10 تايمز 8 كيلو جرام، والديستنس اللي بينهم. فلما يطلب مني الجرافيتيشنال فورس اون ذا لارجر استرويد، هي طبعا الجرافيتيشنال فورس مش فارقه كتير، هي الاثنين الماس بتاعت. طبعا انت هتعمل جاست سبستيتيوشن، هتبقى اف جي از ايكوال جي ام ام ديفايدد الار سكويرد، يعني كده كده هحط الفورس بتاعت الاولاني والماس بتاعت التاني، فمش فارقه كتير الفرصه على الكبير هي نفسها الفرصه على الصغير، لانه الاثنين اكشن ورياكشن. فطبعا لازم نبقى واخدين بالنا وفايقين قوي للجزئيه بتاعه لما يطلب مني الميوتشوال جرافيتيشنال فورس بتوين تو اوبجكت، اني واخد بالي ان الفورس ديت اكشن ورياكشن، وان الفورس ايكوال على التو اوبجكت. فهتحسبها هتطلع لك الفاليو سي، طبعا ما فيش فيها اي حاجه خالص. هنا بيقول لي ساتلايت اوربتس ذا ايرث ات ا ديستنس 100 كيلومتر، الماس بتاعت الساتلايت 100 كيلو جرام، والماس بتاعت الايرث 6 تايمز 10 تو ذا بار 24 كيلو جرام، والراديوس بتاع الايرث از ابروكسيميتلي 6.4 تو باي تايمز 10 تو ذا بار 6. عايز الجرافيتيشنال فورس طبعا تعويض مباشر مش اكتر من كده، هتقول الاف جي از ايكوال جي جرافيتيشنال كونستانت في الماس بتاعت الايرث الماس بتاعت الساتلايت ديفايدد الراديوس بلس الهايت اول باور 2، بس لازم يبقى ان متر. طبعا هتطلع الفاليو معاك ب 9.5 ملتبلاي 10 تو ذا باور 2 نيوتن. هنا ناخد بالنا بيقول لي تو ساتلايتس اوف ماسز اوف ماسز، طبعا المفروض يعني هما الاثنين عنده ماسز ام 1 وام 2، هما الاثنين اوربت ا بلانيت بيلفوا حوالين البلانيت. بيقول لي ساتلايت بي اوربتس ات سوايس اوربت الراديوس ات اي، يعني الراديوس بتاع بي جريتر ذان الراديوس بتاع اي توايس، وانا عارف انه الجرافيتي اكسلريشن انفرس مع الراديوس سكويرد، فالبي هتبقى توايس الاي، وبالتالي يبقى الجي 1 اوفر 4 في حالة مين؟ في حالة البي. يعني الجرافيتيشنال فورس طبعا هنعمل سكوير ل 1 اوفر 2 هتبقى 1 اوفر 4، وبالتالي بتاعت بي هتبقى 1 اوفر 4 الجرافيتي اكسلريشن بتاعت اي، او ان انا اقول له الجرافيتي اكسلريشن بتاعت اي هتبقى 4 تايمز ذات اوف ساتلايت بي. 12 بيقول لي 70 كيلو جرام استرونوت فلوت ات ا ديستنس اوف 10 متر فروم 5000 كيلو جرام سبيس كرافت، وات از ذا فورس اوف اتراكشن بتوين ذيم. طبعا برضو سبستيتيوشن مباشر وهتطلع لي الفاليو ب 2.4 تو باي 10 باور نيجاتيف 6 نيوتن. هنا بنقول لي تو ماسز ام 1 وام 2 ار سيبريتد باي ا ديستنس دي، وات تشينج ان ذا فاريبلز والريزلت ان نو تشينج ذا جرافيتيشنال فورس بتوين ذيم. يعني ايه الحاجه اللي انا اعملها وبالتالي ما يحصلش عندي اي تشينج؟ طبعا انت عارف انه الفورس ايكوال الكونستانت، طبعا ده ارميه مش هيحصل له تشينج اصلا، يبقى ام 1 ام 2 على الار سكويرد، فلازم التشينج اللي يحصل فوق يبقى بالظبط قد التشينج اللي هيحصل تحت، وبالتالي يعني لازم التشينج اللي في التو ماسز او واحده في الاثنين يبقى تقريبا قد التشينج اللي هينتج عن الديستنس. فهنا بيقول لي ام 1 از دبل
والدي اس دبل طبعا مش هينفع لانه اللي فوق دبل واللي تحت دبل باور 2، يبقى اللي فوق 2 واللي تحت 4 مش كانسلد. بيقول لي ام 2 تريبلز اند دي از كوادربل، طبعا دي ترابل ودي كوادربل سكويرد برضو ما فيش. لكن هنا بيقول لي بوس ام 1 وام 2 ار تريبل، فطالما الاثنين دول تريبل يبقى تريبل باي تريبل، يعني 3 باي 3 ايكوال 9، والدي از تريبل يبقى 3 باور 2 يعني 9، يبقى اللي فوق انكريز ب 9 واللي تحت انكريز ب 9، يبقى ده هيديني سيم ريشيو، وبالتالي نو تشينج ان جرافيتيشنال فورس ات ذات كيس. بيقول لي هنا ام 2 از كوادربل اند الدي از دبل، طبعا لو الدي دبل في الحاله ديت الجرافيتيشنال فورس ديكريز كام؟ هتبقى الجرافيتيشنال فورس ديكريز 1 اوفر 4 تايم، وهنا الماس بتاعتي حصل لها ايه؟ واحده فيهم برضو ديكريز 4 تايمز، يبقى البرودكت بتاع الماسز قل ب 1 اوفر 4، والفورسز والديسبيسمنت تحت البرودكت بتاعها 1 اوفر 4، ف 1 اوفر 4 هيطير مع 1 اوفر 4، وبالتالي في الحاله دي برضو هنقول له ان الفورس اوف جرافيتي ريمينز ذا سيم. لما اجي اتكلم واقول بلوك ويز ماس 30 كيلوغرام از هانجينج ستيل فروم ا سترينج، يعني بتشد بخيط، اف يو بليس انذر بلوك with mass 10 كيلوغرام at a distance 2 meter away what is the gravitational attraction force between them. طبعا هتعمل تعويض مباشر، يبقى جي في ام 1 ام 2 على الار سكويرد، هيطلع لك بالنمبر دوت. هنا بيقول لي انا عندي بلانيت مارس اوربت ذا سن at a distance 2.3 times 10 to the power 11 meter، والماس بتاعت السن اهي والماس بتاعت المارس اهي، يبقى الجرافيتيشنال فورس الصن اون مارس، طبعا كل حاجة هتعمل جي ام ام ديفايدد الار سكوير هتطلع لك برضو، يعني تعود مباشر ما فيش اي حاجة خالص. هنا بيقول لي the moon has mass كذا والريديوس بتاعه كذا، what is the force of gravity experienced by a 70 كيلوغرام astronaut طبعا standing on the lunar surface، يعني على السيرفيس بتاع المون. طبعا بمنتهى البساطة هنعمل برضو substitution جي ام مون ام astronauts على الريديوس بتاع المون سكويرد، هيطلع لي 120 كيلوغرام. هنا نبص كده بيقول لي ايه، بيقول لي ذا بلانيت جوبيتر اوربت ذا سن ات نيرلي كونستانت سبيد، يعني هو بيلف حوالين الارض الارث السن انا اسف بكونستانت سبيد، وات اوف ذا فولوينج ستيتمنت ار ترو، وبيقول لي سيلكت تو بيست انسر، يعني ممكن يكون في اكتر من واحده ترو، انت بقى اختار لي البيست انسر وان اوف ذيم. بيقول لك هنا there is a force on Jupiter towards the center of the orbit، ما هو طالما روتيت يبقى في centripetal force، واحنا كلنا عارفين ان centripetal force directed towards the center، وبالتالي الكلام ده true. وطبعا centripetal force لازم يكون نتيج وليد ليها centripetal acceleration، وبرضو هيكون الدايركشن بتاعها toward the center، عشان كده انا الاختيار بتاعي هيكون A و D. طبعا B there is a force on Jupiter pulling out، طبعا لا out from the center ده لا الكلام ده مش مظبوط، والفورس بتاعتي direction في الدايركشن بتاعت الموشن يعني التانجنت، وطبعا انا عارف انه الفورس مش تانجنت، الفورس موجودة على الريديوس وليس على التانجنت، عشان كده هنا بقى بيقول لي انا عندي فور بلانيت اف اي بي سي دي مديني اوربت ذا سيم ستار، طبعا مديني ريليتيف ماسز بتاعتهم، يعني الماس بتاعي ده بي ام، وطبعا ده 2m يعني توايس الماس بتاعت b، وده هاف m يعني هاف b، ودي 4 يعني 4 الماس بتاعت ده، ومديني الرديال، طبعا انا واخد انه الار بتاعت a، يبقى الباقيين كلهم in terms of الار. عايز اعمل مين في دول هيديني هايست جرافيتيشنال اتراكشن مع الستار، طبعا انا هبدا احسب الجرافيتي لكل واحده من دول. طبعا هنا هنقول اف جي هتبقى جي كابيتال في ام ستار في 2m ديفايدد الار سكوير، هنا هتبقى اف كابيتال جي كابيتال ام ستار ام ديفايدد 0.1 سكويرد في ار سكويرد، واشوف هيطلع لي كام، كله يعني هيبقى ان تيرمز اوف الجي والام كابيتال ام سمول ار. طبعا هعمل الكلام ده للاربعه دول، هيطلع لي انه في حاله بي هتبقى تقريبا هي الجريتست فاليو، فانت برضو هتطلعها مش هيبقى فيها اي مشكله خالص. هنا في الكويشن بتاعت الاكسبلانيشن بيقول لي الجرافيتيشنال
فورس اتراكشن بتوين او اوبفيوس يعني واضحه امونج الاوربس اللي هي البلانتس، طبعا عشان عندهم هيوج ماس، لانه احنا عارفين انه الجرافيتيشنال فورس دي فيري ويك فورس. طب عرفنا ازاي انها فيري ويك؟ عرفنا من الكونستانت بتاعها لانها ويك قوي، فلازم تبقى الماس بتاعتي فيري سترونج تو بي ابير. هنا بيقول لي الاتراكشن فورس بتوين تو من ات ا ديستانس اوف ا فيو متر بتوين اتش اذر كان نوت بي ديتكتد، طبعا لانها هتبقى فيري سمول عشان المنز هاز سمولر او هاف سمولر ماسز. بيقول لي الاتراكشن فورس بتوين التو ماسز انكريز فور تايمز لما الديستانس دبل هاف، طبعا لان الفورس انفرس سكوير انفرس مع السكوير ديستانس بتوين التو اوبجكت، فلما هما الاثنين هاف فطبعا هاف سكوير يعني بكوارتر وشقلب بيبقى انكريز فور تايمز. لما يطلب مني الفاكتورز اللي افكتنج الجرافيتيشنال اكسلريشن طبعا ام ام والدي سكويرد، وهنا برضو كويشن بسيط يعني دايجرام بسيط ما فيهوش اي حاجه خالص. نمسك عند البروبلم، طبعا البروبلم الاولانيه بيقول لي كالكوليت ذا اتراكشن فورس بتوين الصن وجوبيتر، وطبعا مديني كل حاجه جاست سبستيتيوشن في الرول العادي. هنا بيقول لي تو بولز هافينج ذا سيم ماس والديستانس بتوين السنتر 2 متر، يبقى دي الار وده الجرافيتيشنال كونستانت، وعايز ال ومدي دي قيمه الفورس، طبعا انا هعوض بالفورس ديت، وعايز الماس، طبعا هتعمل سبستيوشن بسيطه وهيبقى بالنسبه لك هتقول له انه الاف جي از ايكوال جي ملتبلاي ام ام اللي هي ام سكوير ديفايدد الار سكويرد، هيبقى كل حاجه عندك انون اكسبت الام سكويرد، هتطلعها وتاخد الروت هتطلع الفاليو بتاعتها. لما نيجي هنا نتكلم على التو بوديز اوف ماسز 2 كيلو جرام و 8 كيلو جرام ار سيبريتد باي ا ديستانس 20 سنتيمتر، فهنا بيقول لي ايه اف ذا يونيفرسال كونستانت ايكوال كذا كالكوليت ذا جرافيتيشنال اتراكشن فورس بتوين ذيم، برضه هتبقى سمبل سبستيتيوشن هتعرف في نفس الرول اوف جرافيتي فمفيهوش مشكله. ابص بقى على فور اشوف فور بتقول لي ايه، فور بتقول لي 3 كيلو جرام مان از لوكيتد او ماس از لوكيتد 10 سنتيمتر اواي فروم 6 كيلو جرام ماس، وات از ذا ريزلتنت جرافيتيشنال فورس اون 2 كيلو جرام ماس لوكيتد ات ذا ميد بوينت، يعني انا بتكلم انه في عندي ايه دي واحده 3 كيلو جرام ودي واحده 4 كيلو جرام، انا في عندي اوبجكت موجود ات الميد بوينت يعني عند 0 بوينت، ده هتبقى 10 سنتي يعني دي 5 سنتيمتر ودي 5 سنتيمتر، انا لو خليتها بالمتر هتبقى 0.05 ودي برضه هتبقى 0.05. طبعا البول ديت اللي هي 2 كيلو جرام اتراكتد باي ال 6 كيلو جرام وبرضه ات ذا سيم تايم اتراكتد تورد ال 3 كيلو جرام، طبعا هنلاحظ انه الماس بتاع الفورس بتاعت 6 كيلو جرام هتبقى توايس بتاعت ال 3 لانه الماس بتاعتها دبل، فانا هجيب الفورس اللي هنا وهجيب الفورس اللي هنا وهعمل لهم ماينس، وطبعا هيكون النت بتاعها او الدايركشن تورد البيجر ماس، فانت هتعوض في اللو اوف جرافيتي بين دول وبعدين تعوض في اللو اوف جرافيتي بين دول وبعدين تعمل الماينس، فهتطلع الفاليو بتاعت الجرافيتي اكسلريشن. هنا بيقول لي طيب ذا سنتر اوف ذا مون از 3.9 تايمز 10 تو ذا باور 5 كيلومتر اواي فروم ذا سنتر اوف ذا ايرث ادي الديستنس، وبيقول لي ويد الماس بتاعت المون ويد الماس بتاعت الايرث، بيقول لي هاو فار فروم ذا ايرث سنتر ان اوبجكت از اكزيستد اف الجرافيتيشنال فورس على الايرث تبقى ايكوال الجرافيتيشنال فورس بتاعت المون، ودي البوينت دي انا بسميها نيوترال بوينت ويمكن انا اكون اتكلمت عنها. فكلمة النيوترال بوينت ديت بيبقى البوينت اللي عندها الفورس بتبقى بزيرو، فانا بعمل كده بقول ايه دي الايرث ودي المون، طبعا الماس بتاع الدم جيفن والماس بتاع ده جيفن والديستنس اللي بينهم برضو جيفن اللي هي الار، فانت بتدور على بوينت بتبقى زي دي بتكون الفورس اللي عليها ولتكن مثلا بوينت اي حاجة اديها لها وبتكون الفورس على بتاعه المون ايكوال الفورس بتاعه الارث، فانت بتفترض انها الديستنس اكس من المون، فان كانت الديستنس اكس من المون يبقى الديستنس ايكوال ار ماينس اكس من الارث، وتبدا تعمل الرول بتاعك وتعوض الجي هتطير مع الجي والماس بتاعه الاوبجكت هتطير مع الماس بتاعه الاوبجكت، هيتبقى لي الماس بتاعه الارث ديفايدد ار ماينس اكس سكويرد، وهنا هتبقى الام على الاكس سكويرد، هتبدا تعمل سبستيتيوشن وهتطلع لي الفاليو بتاعت الاكس ومنها هتطلع الفاليو بتاعت الاكس الار ماينس اكس وتشوف ويبعد عن الارث قد ايه، وطبعا ده كويشن بسيط هيترسم بين الاف جي
وبين الام طبعا هتبقى الفاليو بتاعتك الجرافيتي اكسلريشن اللي هي الجي، ومن الجي اقدر اجيب الراديوس بتاع البلانيت، فهيبقى موضوع بسيط يعني مش فيه اي حاجة خالص. دي كمان الكويشن بتاعت الدرس الثاني. هنبص برضو الاول على المالتيبل كويشن. طبعا هو بيقول لي انه جرافيتي اكسلريشن او الاكستريشن بتاعت الجرافيتي از طبعا هيبقى الحاجه الوحيده انها تشينجبل اكوردنج تو الهايت. انا عارف ان كل ما بطلع لفوق قيمتها بتقل، ولما بنزل لتحت قيمتها برضو بتقل من السيرفس، فعشان كده يعني ديت الاسئله البسيطه. بعد كده بيقول لي بلانيت الماس بتاعته كذا، والريديوس بتاعه كذا، والجي كذا، سو الانتنسيتي اوف البلانيت جرافيتيشنال فيلد. طبعا انت هتكتب عندي هايت ايكوال كذا، طبعا انت عارف ان جي ايكوال جي كابيتال ام على ار بلس اتش اول باور 2. طبعا هتعمل سيمبل سبستيوشن مش اكتر، هيطلع لك 222.2 ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 2، مفيش حاجه يعني خالص. هنا بيقول لي يا مستر اون ذا سكيل اوف بيلدينج، طبعا في البيلدينج لو انت بصيت هتلاقي الهايت بتاع البيلدينج سو سمول كومبير تو ذا ريديوس اوف ذا ايرث، وبالتالي ات كان بي نيجليكتد، وبالتالي مش هيحصل اي تشينج للجرافيتي من البيز بتاعت البيلدنج لغايه التوب بتاعه. فبالتالي انا هعتبر على سكيل اوف ذا بيلدنج انه الجرافيتيشنال فورس از يونيفورم، يعني الفاليو بتاعته تو بي كونسيدرد كونستانت. هنا بيقول لي which of the following affect the strength of the gravitational field on the surface of the planet. طبعا انت عارف انها الماس بتاعت البلانيت وكمان الراديوس بتاع البلانيت، دول هما الحاجتين اللي affect الجي. هنا بقى نبص كويس قوي، بيقول لي assign the acceleration of the moon، واخد سيمبل ال AM، والماس بتاعت المون MM، وساتلايت الماس بتاعته MS، was placed at the same orbit، هما الاثنين في نفس الاوربت بتاع المون at the same speed، ولازم يكونوا في نفس السبيد طالما في نفس الاوربت. فهو بيتكلم على الجرافيتيشنال فيلد سترينس على الاثنين. طبعا انا عارف انه الجرافيتيشنال فيلد ديبند على الماس بتاعت البلانت والبعد من البلانت، ومش ديبند على الماس بتاعت الاوبجكت، فهما الاثنين موجودين على نفس الهايت من نفس البلانت، يبقى لازم اتوقع ان هما الاثنين هيكون عندهم نفس الفيلد سترينث او نفس الجرافيتيشنال اكسلريشن، وبالتالي هتبقى ايكوال برضو الاي ام زي المون بالظبط. هنا بيقول لي اف الاكسلريشن ديو اللي هو كويستشن 6، اف الاكسلريشن ديو تو ذا جرافيتي بتاعه الايرث ات ذا اوربت اوف ساتلايت ذات اوربت ذا ايرث از 2.5، يعني انا مديك الجرافيتي فوق ب 2.5 وبقول لك الديستانس بتوين الايرث والساتلايت از ايكوال اتش، اللي هو الاتش يعني الاتش ده انا اجيبه ازاي؟ انا والله عارف ان الرول بيقول لي انه الجرافيتي اكسلريشن ات هايت اتش ايكوال الجرافيتي اكسلريشن ات السيرفيس ديفايدد 1 بلس اتش اوفر ار اول باور 2. طبعا الاتش ده الهايت وده الارض الراديوس، وممكن تعمل لي كده تقول لي الجي فوق على الجي تحت ايكوال 1 ديفايدد 1 بلس اتش اوف اتش اوفر ار اور باور 2. طيب يبقى فوق بكام؟ طبعا فوق ب 2.5 وتحت ب 10، يبقى 2.5 ديفايدد 10 هتبقى 1 اوفر 4، يعني 1 اوفر 4 ايكوال الكلام ده، فلما ناخد الروت يبقى 1 اوفر 2 هشيل السكوير هيبقى 1 اوفر 1 بلس اتش اوفر ار. يبقى في الحاله ديت ال1 اللي فوق هيطير، يبقى ال2 ايكوال كام؟ اللي فوق 1 واللي فوق 1 يبقى اللي تحت زي اللي تحت، يبقى 2 ايكوال 1 بلس اتش اوفر ار، يعني اتش اوفر ار ايكوال 1 وبالتالي اتش او ايكوال ار. يبقى هنا اللي يحصل دوت انه الاتش ايكوال ار. واحد يقول لي يا مستر انا الرول ده ما شفتوش قبل كده، اقول لك يا حبيبي مدي انا من الرولز اللي انا عاملهم، يعني ممكن انت تكتب كده انه جي اوفر جي فوق اوفر جي تحت، ممكن الكلام ده ايكوال، هتقول لي ار سكويرد ديفايدد ار سكويرد بلس اتش سكويرد، هي هي. بس طبعا دوت هيسهل لي اكتر عليا عمليه مين؟ هيسهل عليا اكتر عمليه الحلول، فانا بختار الفورم دوت لاني بشوف انه اسهل في الحل. فطبعا انت تمشي ورايا، تمشي بحاجه اسهل لك مش فارقه كتير يعني. بص هنا بيقول لي اف الراديوس اوف الايرث ده الار الراديوس بتاع الايرث، سو ذا هايت ويتش ذا ويت اوف ذا بودي ايكوال كوارتر الويت بتاعه. طبعا دي نفس اللي فاتت بالظبط، لانه الريشيو بتاعه الويتس هي نفس الريشيو بتاعه الجرافيتي اكسلريشن، فالكلام ده حصل كانت الجرافيتي اكسلريشن 1 اوفر 4 على هايت ايكوال ار، يبقى برضو الويت هيبقى 1 اوفر 4 برضو على هايت ايكوال ار. وانت ممكن تعملها بطريقه دبليو
داش يعني الويت فوق على الويت تحت ايكوال 1 اوفر 4، فطبعا الكلام ده ايكوال 1 على 1 بلس اتش اوفر ار سكويرد، طبعا هتاخد الروت يبقى 1 على 2، وبالتالي نفس اللي عملناه فوق بالظبط. هنا بيقول لي انا عندي ات بلانيت الفاليو بتاعت الجي ديكريز باي كام؟ باي 1% من الفاليو بتاعتها على السيرفيس بتاعت الارث، يبقى انا كده عندي هايت كام؟ اقول له بص الجي فوق هتبقى هي ديكريز باي 1 1% 1% يعني 0.01، يبقى قيمتها كام؟ قيمتها ايكوال 0.99 من الجي. طيب هتعمل ايه؟ هتقول يبقى الجي داش ايكوال 0.99 فروم الجي، الجي داش المفروض انها الجي في الام على الار بلس الاتش سكويرد، وديت 0.00 زي ما هي هتبقى الجي اللي هي الجي كابيتال في الام ديفايدد باي الار سكويرد. طبعا الجي هتطير مع الجي والام هتطير مع الام، هيتبقى لك هنا كام؟ 1 اوفر ار بلس اتش اول باور 2، الكلام ده ايكوال 0.99 في 1 اوفر ار سكوير، هتاخد الروت وتبدا تظبطها وهتطلع الفاليو بتاعتك اللي انت عايزها، فهتشوف القيمه عندك طالعه بكام بالظبط، فهتطلع معاك يعني. وبعد هيك كده بيقول لي انا بتكلم على ان اوبجكت هاز ماس 50 كيلوغرام والويت بتاعته 500، تمام، يبقى ده معناه انه الجرافيتي اكسلريشن ايكوال 10 وين از ريستنج اون ذا سيرفيس اوف ذا ايرث. طب اف ات موفد تو هايت ايكوال 3 تايمز الايرث راديوس، اللي يبقى في الحاله ديت هيبقى الويت هيبقى كام؟ هتستخدم نفس الرول اللي بيقول لك الويت فوق ديفايدد الويت تحت ايكوال 1 اوفر 1 بلس ار اوفر اتش اوفر ار الاول باور 2، وتقول لي الويت فوق انا ما اعرفوش تحت ب 500، يبقى الكلام ده ايكوال 1 على 1 الاتش ايكوال 3 ار اوفر ار يعني ايكوال 3 1 اوفر 3 ب 4 4 باور 2 يعني 16، يعني اذا الويت اوفر 500 ايكوال 1 اوفر 16، وبالتالي الويت هيبقى 500 ملتبلاي 1 ديفايدد 16 هيديني 31.25 نيوتن. هنا برضو بيقول لك انا عندي 2 استيرويدز in the space are close enough to each other each has mass، دي الماس بتاعت الاثنين the same، يبقى الام 1 ام 2 ودي الديستنس اللي بينهم. What is the gravitational acceleration؟ طبعا انت هتشوف الرول اللي بيقول لك الجي ايكوال جي كابيتال ام اوفر ار باور 2، وهتبدا تطلعها وتعمل بس جاست سبستيوشن وهتطلع الفاليو بتاعتها. هنا بيقول لي تو استيرويد وان اوف ماس كذا والاذر ويز ماس كذا والديستنس اللي بينهم كذا، عايز الجرافيتي اكسلريشن بتاعت السمولر. طبعا السمولر يبقى انا بعتبره مثلا زي الساتلايت، يبقى البيجر اللي هو الماس بتاعت البلانيت، يبقى انت لما تيجي تحسب الاكسلريشن بتاعته هتقول الجي في الام اوفر الار سكوير، هتحط الام بتاعت البيجر لانه ده انا هعتبره هو البديل للبلانيت، وبالتالي هتبقى جي في ام بيجر divided ال r اللي بينهم squared، ومنها هتطلع الفاليو بتاعتها. هنا بيقول لي when climbing from the sea level to the top of mountain Everest اللي حصل انه هيحصل تشينج في الاليفيشن باي كام، يعني الاليفيشن بتاعي قل بكام؟ قل ب 88 كذا متر. باي وات برسنتج الجرافيتيشنال فيلد هيقل؟ طبعا انت هتقول انا عارف انه الجي فوق divided الجي تحت equal 1 over 1 plus h over r all power 2، طبعا هتعمل substitution هنا هتطلع انها كام؟ انه الفاليو بتاعتك حصل لها كام؟ بقت g dash over g، يعني g equal 0.997 من g دي g dash. فلو انا جبت change في g يعني هعمل g minus g dash هيتبقى لي g هتطير هيتبقى لي 0.007 دي 1 minus 0.007 هيتبقى لي 0.003، ده التشنج لما اخليه بالبرسنتج هيبقى هو التشنج طلع الفرق اللي بين 1 minus الكلام ده هيديني 0.003 by 100 يعني 0.3%. بعد كده هنخش على موضوع الاسي كويشن. ففي الاسي كويشن بيقول لك in the opposite figure explain why the weight of the man at 2.5
بي ديفرنت. طبعا احنا عارفين بسبب الديفرنس في الجرافيتي اكسلريشن ات البول والاكويتر. طبعا احنا عارفين ان البول بيبقى كلوزر تو الايرث سيرف سنتر، انما الاكويتر بتبقى الديستنس من السيرفس بالسنتر بتبقى ابعد شويه عشان كده. وكمان موضوع الروتيشن بتاع الايرث بيبقى جريتر ات الاكويتر، فده بيخلي الجرافيتي اكسلريشن ديكريز، وده اللي بيتسبب في انه الويت عند الاكويتر يبقى ليس ذان الويت عند البول بسبب الديكريز في الجرافيتي اكسلريشن. هنا بيقول لك imagine لو الايرث ستارت تو شرينك يونيفورمالي والماس ريمينز كونستانت. اقول لك طب ما هو ده بالظبط اللي بيحصل في البلاك هول، انه البادي بيحصل يبدا يحصل له شرينك ويبدا ياخد سمول فوليوم، ولما بيبدا ياخد سمول فوليوم بتحصل الدنس، الماده بتبقى انكريدبل دنس، وبالتالي الجرافيتي اكسلريشن انكريز. لانك انت هتقول لي احنا عارفين الجي انفرس مع الار باور 2، فهو لو حصل له شرينك الريديوس ديكريز، ولو الريديوس ديكريز يبقى ديكريز الجرافيتي انكريز لانها انفرس معاها. هنا بيقول لي امتى الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي ايكوال الفرصه. اقول لك الاف ايكوال ام جي، فتبقى الاف ايكوال الجي لما تبقى الام ب1، ويبقى الانسر هنا لما تبقى الماس بتاعتي از ايكوال 1 كيلو جرام. فلما يطلب مني ايه الفاكتورز اللي افكتنج ده ديبندس يعني جرافيتي اكسلريشن والفيلد انتنسيتي، طبعا هما الاثنين الماس بتاعه البلانيت والريديوس بتاع البلانيت بلس يعني الريديوس بتاع البلانيت بتاعي. طيب هنا لما انا اتكلم على what is the difference between gravitational field والجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي، طبعا الديفينيشن انت هتقول الفيلد اللي هو ما هو الا السبيس او الاريا اراوند الايرث فروم اول دايركشن ان ويتش الجرافيتيشنال فورس ابير. انما الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي ده الفورس بير يونت ماس انسايد الفيلد، فطبعا ده فورس لكن ده السبيس، فالاثنين يعتبروا كومبليتلي ديفرنت فروم اتش اذر. اجي اتكلم معاك على البروبلمز. طبعا هنا بيقول لك انه الراديوس بتاع البلانيت كذا والماس بتاعته كذا والجي كذا، عايز الاتراكشن فورس على اوبجكت اوف ماس 1 كيلو جرام، طبعا ده اللي هو الفيلد انتنستي عند السيرفيس. هتقول لي الاف جي از ايكوال جي ام ام اوفر ار سكويرد، وطبعا هتحط دي ب1 يعني هتطلع لك الفاليو بتاعت الفورس وهي نفسها هتطلع الفاليو بتاعت الجرافيتي ديو تو اكسلريشن، هما الاثنين ايكوالايزد في الفاليو عشان الماس ب1، ولكن هيطلعوا لك بديفرنت يونت، يعني في حاله الفورس هتبقى بالنيوتن والاكسلريشن هتبقى بالمتر بير سكند سكوير. لما يقول لك طيب كالكليت الماس بتاعت الارث، طبعا احنا كلنا عارفين انه الماس بتاعت الارث ايكوال ايه في الرول اللي انا عاملها لك، او الماس بتاعت البلانيت ايكوال الجي جرافيتي اكسلريشن على السيرفيس ملتبلاي الراديوس باور 2 بتاع البلانيت ديفايدد الجي. كل دول موجودين عندك، هتطلع هتعمل سبستيتيوشن وتروح مطلع لي على طول. لما اقول انه اف الماس اوف البلانيت ميركوري كذا والريديوس بتاعه كذا والويت، وعندي وعايز احسب الويت بتاعت بادي اوف ماس 65 كيلو جرام، طبعا انا عارف ان الويت هو ما هو الا جرافيتيشنال فورس، يبقى الويت ايكوال الجرافيتيشنال فورس ايكوال جي ام ام على ار سكويرد. كل حاجة من دي موجودة عندك، الام دي الماس بتاعت البلانت والام دي الماس بتاعت الاوبجكت، يعني انت تقدر تطلع الاثنين تطلعها بمنتهى البساطة. لما اقول لك هنا on the distance planet the acceleration due to the gravity equal 5 والradius بتاع البلانت اهو، و using the law of gravitational to estimate الماس بتاعت البلانت، طبعا نفس الرول هتقول لي الجي اللي هي انا اسف ديت اللي هي المفروض انه الماس بتاعه البلانت، معلش انا كده الرول كتب مني كده يمكن ما خدتش بالي وانا بكتبه، صح ورايا الحته ديت نفس الرول اللي فات اللي انا قلت الام ايكوال جي في الار باور 2 ديفايدد باي الجي، فانت هتقول الام ايكوال الجي في الار سكويرد ديفايدد الجي كابيتال او اللي هو الجرافيتيشنال كونستانت. تمام. هنا لما يقول لي عايز الريشيو بتوين الاكسلريشن ديو تو ذا جرافيتي اون ذا مون والارث، وطبعا افكرك الاول احنا ازاي بنحسب الريشيو بتاعت الجرافيتي، وكنا بنقول ار جي 1 اوفر جي 2 او جي ما مثلا مون ديفايدد جو جي جي بتاعت الارث. طبعا احنا بنكتب المسات زي ما هم، يبقى ام مون ديفايدد ام ارث، ولكن بنشقلب الاراد تبقى ار ارث باور 2 على ار مون باور 2، كل ده موجود عندي بطلع اللي انا عايزه.
هنا نفس القصة، مديني بيقول لي بس بلانيت الماس بتاعته 5 تايمز الماس بتاعت الايرث، والريديوس بتاعه او الدايمتر بتاعه 5 تايمز الدايمتر بتاع الايرث. بنعمل نفس الريشيو جي بلانيت اوفر جي ايرث، يبقى ام بلانيت على ام ايرث، في ار ايرث باور 2 على ار بلانيت باور 2. وبنعمل سبستيتيوشن انه البلانيت ب 5 ماس ايرث على ماس ايرث، الماس بتطير مع الماس، والريديوس بتاع الارث بحطه زي ما هو، والبلانيت 5 بعمل له سكويرد، يبقى 5 باور 2 اللي هو 25 في ار سكويرد، وكله بيروح مع بعضه في الاخر بيتبقى لي 5 اوفر 25 1 اوفر 5. 1 اوفر 5 لو انا عايز البلانيت على الارث، لكن لو انا عايز الارث على البلانيت هشقلبها، فهتبقى بالنسبه لي 5 اوفر 1، هتبقى 5 اوفر 1. بنفس الطريقة قدامي بيقول لي planet of mass 4 times that of the earth، والديامتر بتاعه is double that of the earth، فعايز الويت on the object on its surface، if الويت على الارث كذا، نفس الرول بالظبط، احنا قلنا الويت proportional مع gravity acceleration، يبقى هقول له نفس الرول بس بدل الجي هحط الدبليو، يبقى الويت على البلانيت ديفايدد باي البويت على الارث، هيبقى ام 1 ام بلانيت على ام ارث في ار ارث سكويرد على ار بلانيت سكوير، طبعا كله هيتكنسل مع بعضه، وبالتالي هيديني 1 لانه دوت 4 تايمز، فهيبقى هيطير ويتبقى 4، وده دبل فدبل باور 2 هيبقى 4، وهيبقى ال 4 هتطير مع ال 4، وبالتالي يبقى الويت الريشيو بتاعت الويت ايكوال 1، وده مينز انه الويت على البلانيت ايكوال الويت اوفر الارث. لما اجي بعد كده اتكلم على body of weight 45 نيوتن is placed at the earth surface calculate its weight at height equal quarter the earth diameter، فلما تيجي تحسب هتعمل ايه في الحالة دي؟ طبعا الرول يعني كلها ارقام مش اكتر، احنا هناخد نفس الرول اهو، بيقول لك الويت فوق divided الويت تحت على السيرفس، الكلام ده equal 1 على 1 plus h over r all power 2، كل ما هنالك. هو بيقول لي طبعا بيقول لي هنا على السيرفس يبقى اللي تحت اللي هي الدبليو اس ايكوال 45، انا عايز الدبليو داش اللي فوق، طبعا انا ابص على الار والاتش، هو بيقول لي مين هاف، بيقول لي الهايت ايكوال الكوارتر بتاع مين، ايكوال الكوارتر بتاع الدايمتر، كوارتر بتاع الدايمتر يعني هاف الراديوس، فانت هتحط هنا الاتش بهاف الار، يبقى هاف ار اوفر ار هيضروا مع بعض، يبقى ده هيتبقى لك 1 بلس هاف يعني 1.5 سكوير، هيبقى 1 اوفر 1.5 سكويرد ايكوال الويت على 45، فانت كل اللي هتعمله هتعمل 45 ديفايدد 1.5 سكويرد هيديك 20. وهنا بيقول لي ان اوبجكت از دروبد ويز نو انيشال فيلوسيتي اباف ذا سيرفيس اوف بلانيت مثلا بيج الفا اند فول 13.5 متر ان 3 سكند، يبقى انا مديك الفي اي بي 0 ومديك الهايت ايكوال 13.5 ومديك التايم، طبعا انت هتستخدم السكند ايكويشن اوف موشن عشان تطلع الجرافيتي اكسلريشن، وهتبقى جي ايكوال 2 دي ديفايدد تي سكويرد، هتطلعها على طول يعني ثابت تطلع لك ب 3، وانت لو جبت الجي equal 3 هتعوض في الرول بتاع الماس اوف ذا بلانيت ان الماس equal جي في الار سكوير على الجرافيتيشنال كونستانت، هتروح مطلع لي الماس بتاعه البلانيت، هتبقى ان شاء الله يعني فكره بسيطه مش فيها اي مشكله خالص. بعدين بيقول لي ذا ماس اوف ذا ايرث از اباوت 81 تايمز الماس اوف ذا مون، والراديوس بتاع الايرث از 4 تايمز بتاعه المون، عايز الريشيو بتاعه الجرافيتي اكسلريشن بتاعه المون وذ ريسبكت للايرث، طبعا نفس الرول اللي بنقول جي ام اوفر جي ايرث، يبقى ايكوال ماس بتاعت يعني لو انا خدت من هنا، لا انا بتكلم هنا خدت الجي بتاعت المون على الجي بتاعت الارث، تبقى الماس بتاعت الارث اوفر، او انا خليني اشقلب الماس بتاعت الارث على الماس بتاعت المون، هتبقى امسوري الجرافيتي بتاعت الارث على الجرافيتي بتاعت المون، هيبقى الماس ارث على ماس مون في ار مون سكوير على ار ارث سكويرد، وبالتالي هنعمل السبستيتيوشن ب 81، وطبعا ديت هتبقى 4 سكوير اللي هي 16، هيبقى 81 ديفايدد 16 هيتبقى لي 1 اوفر 5، يعني الجرافيتي بتاعت الارث بالنسبه للمون 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 5، وبالتالي الجرافيتي بتاعت المون تعتبر 1 اوفر 5 من الجرافيتي بتاعت الارث. هنا بيقول لي طيب a planet has the same mass that of the earth، يعني هو في ممكن اقول عليه فينوس، يعني هما الاثنين نفس الماس، طيب والديامتر بتاعه توايس الديامتر بتاع الارث، يبقى الار بتاعته 2
تو ار ايرث. في الحاله دي لما نعمل كومباريزون الجرافيتي اكسلريشن او الويت، خلاص مش محتاج الماس، يبقى انا هعمل الريشيو عن طريق الراديوس بس، فهقول له الويت على البلانيت ديفايدد الويت بتاعه الايرث ايكوال الراديوس بتاع الايرث باور 2 على الراديوس بتاع البلانيت باور 2. الراديوس بتاع الايرث ب1، البلانيت دبل الايرث ودبل باور 2 يعني 4، يبقى دبليو ديفايدد 100 ايكوال 1 اوفر 4. ومن هنا هنطلع انه الويت اون ذا بلانيت to be equal 25 نيوتن. كده الدرس التاني بتاع جرافيتيشنال فيلد خلص، هيتبقى لي الجزء الاخير بتاع الساتلايت، وهبدأ فيه اتكلم كلامي على الحلول بتاعة الساتلايت. فطبعا هنبدأ الحلول بتاعة الدرس التالت اللي هو الساتلايت. وهنا بيقول لك، بص معايا في المالتيبل تشويس الاول، بيقول لي الاوربيتال فيلوسيتي ذات required to keep satellite rotating around the earth depends طبعا على حاجتين، الماس بتاعت الارث والديستانس من السنتر طبعا اللي هي دي. بعد كده لما يقول لي الاوربيتال فيلوسيتي اوف ساتلايت از انفرس بروبورشنال، طبعا ده مع السكوير روت بتاع الراديوس، هي اوربت ما انفرس مع دي بس. تو ساتلايت اي اند بي روتيت اراوند ذا ايرث اف الاوربيتال راديوس اوف ساتلايت اي ايكوال 4 تايمز ذات of satellite B، فالريشيو بتوين الفيلوستيز طبعا هقول له ال V بتاعت، طبعا انا عارف ان الفيلوستي انفرس مع الريديوس، يعني VA على VB اقول له is equal الروت بتاع RB على RA، شقلبتهم لانهم انفرس، هتبقى 1 over 4، اخد الروت يتبقى لي 1 over 2 او 1 to 2، وبالتالي تبقى الانسر بتاعتي اللي هي number C. لما اجي بيقول لي satellite rotate at height كذا from planet، الماس بتاعت البلانيت كذا والريديوس بتاع البلانيت اهو والجي كذا، عايز الاوربيتال فيلوسيتي. طبعا انت هتعمل سبستيتيوشن بانه الروت بتاع جي ام اوفر ار، والار دي ما تنساش اللي هي الريديوس بلس الهايت، هتعمل سبستيتيوشن بسيط هتطلع لي الفاليو ديت اللي هي 713.13، ودي تبقى الانسر اللي هي بي. لما يجي يكلمني ويقول لي تو ساتلايتس having the same orbital radius، يعني هما الاثنين عندهم نفس الراديوس، one rotate around the earth والاذر rotate around mars، طبعا الاختلاف هنا يكون بس في الماس. وطبعا انا عارف انه هيقول لي عايز الريشيو بتاعه الفيلوستيز، هتبقى ال v دايركت مع الروت بتاع الماس، يبقى v1 over v او v a divided ال v بتاعه ال b equal الروت بتاعه ال m بتاعه a على ال m بتاعه b. وطبعا انا عارف انه ال m بتاعه a الارث 9 ذات اوف ذا مارس، يبقى روت 9 اوفر 1 طبعا هيتبقى لي 9 اوفر 1 ب 9، روت 9 ب 3 هتبقى 3 تو 1، وبالتالي اخد الانسر اللي هي دي. هنا بيقول لي طب انا لو عندي ساتلايت اوربت ذا ايرث ات اوربيتال فيلوسيتي ايكوال كام، الاوربيتال فيلوسيتي دي ايكوال هاف في روت ام جي في ام على ار، وطبعا الار ده الراديوس، انا عايز اجيب الهايت. فانت هتقول لي ايه؟ هتقول لي والله الجي او الفي فوق الفاليو بتاعتها ايكوال هاف الكلام دوت، يبقى هاف في روت جي ام على ار ايكوال الرول بتاعها فوق اللي هو روت جي ام على ار بلس ار، واجي اروح عامل سكويرنج للكلام دوت، هيبقى 1 على 4 خلاص الروت طار، والروت الناحيه الثانيه برضو طار، يبقى جي ام من هنا هتطير مع مين؟ مع جي ام، يبقى 1 اوفر 4 ار ايكوال 1 على ار بلس اتش، يعني 4 ار ايكوال ار بلس اتش، وبالتالي ال H تبقى equal 3R، واختار الانسر اللي هي C. هنا بيقول لي two satellite S1 و S2 orbit the earth at two different heights from the earth's surface، الريشيو بتاعت البريدك تايم equal T1 over T2 equal 8 to 1، فعايز اجيب الريشيو بتاعت الفيلوستيز. طبعا الموضوع ده ناخد بالنا منه سنة، اولا احنا عارفين كيبلر ثيرد لو بيقول لي انه البريودك تايم باور 2 دايركت مع الراديوس كيوب، يعني ممكن اقول له تي 1 اوفر تي 2 اول باور 2 ايكوال ار 1 بلس ديفايدد ار 2 اول باور 3، ودي احطها على جنب، وعارف انه الفيلوستي انفرس مع الراديوس بتاع، يعني في ريليشن بين الفيلوستي وبين الراديوس، وفي ريليشن بين الراديوس اهي في 1 اوفر في 2 ايكوال روت ار 2 على ار 1، دي الريليشن اللي بين الفيلوستي وبين الراديوس، وفي ريليشن بين الراديوس وبين البريودك تايم اللي هي انه البريودك تايم سكويرد هيبقى دايركت مع الار كيوب. ف
فلو انا جمعت الاثنين دول مع بعض وحطيتهم في ريليشن واحده هيطلع لي ال V1 divided ال V2 equal T1 divided T2 all power 3. طيب T1 over T2 اللي هي 8 على 1، يبقى لما انا اخد T2 over T1 تبقى 1 على 8، 1 على 8 to the power 1 over 3 يعني الثيرد روت، هيطلع لي هاف، وتبقى ديت الانسر بتاعتي. اتمنى انه ديت تكون فاهمها، ولو انت ما قدرتش تعملها اكتب لي كومنت وقول لي يا مستر انا ما عرفتش اجيب دي، اعملها لي هعملها لك بالتفصيل، بس حاول فيها وان شاء الله هتبقى بسيطه يعني ما فيهاش اي حاجه. فده بتخليني اوريك الريليشن اللي موجوده عندي. نمبر 8 بتقول لي خد بالك كده ان انا عندي ساتلايت اوربت ذا ايرث ات ديستنس 200 كيلومتر، الماس بتاعت الايرث كذا والريديوس كذا، وات از ذا ساتلايت سبيد. طبعا عشان اجيب السبيد بتاعته انا عارف ان الاوربيتال فيلوسيتي ايكوال الروت بتاع جي ام على ار بلس اتش، وطبعا هتعمل سبستيتيوشن بسيط وهتطلع لي الفاليو بتاعتك. هنا بيقول لي فوبوس اللي هو المون بتاعت فوبوس دوت اللي هو المون بتاع مارس، قال لي الريديس بتاعه كذا واتز اوربيتال والبيريود بتاعه كذا، يعني انا مديك البيريود والماس بتاعته كذا. فالمطلوب مني اني اجيب عايز الماس بتاعت مارس. طبعا في رول انا حاطته لك، انت ممكن تعمل انه تقول انه الاوربيتال فيلوسيتي انه الفي ايكوال ايه الروت بتاع جي ام اوفر ار، والفي ايكوال 2 باي ار على البريودك تايم، وتعمل سكويرنج ومنها تساويهم ببعض وتطلع قيمه الام. لكن انا اعتقد ان انا حطيت لك رول، استنى اوريك كده، انا كنت حطيت لك رول، الرول ده من خلاله انت تقدر تجيب الماس بتاعت البلانت. يبقى انا ممكن استخدم يعني بعد التجميع هتطلع لك الفورمولا دي، انه الماس بتاعت البلانت ايكوال 4 باي سكويرد في ار كيوب ديفايدد جي كابيتال جرافيتيشنال كونستانت في بيريودك تايم باور 2. فلو انت عملت دول وجمعتهم مع بعض وهتعمل جاست سبستيتيوشن هتروح مطلع لي الفاليو بتاعت الماس بتاعت مارس بمنتهى البساطة. تني بتقول لي ذا اوربيتال راديوس اوف تو ساتلايت روتيت اراوند الارث ايكوال كذا، ادي الراديوس الاولاني ودي الراديوس الثاني، والبيريود بتاع الثاني كذا، يبقى البيريود بتاع الاولاني كام؟ انا قلت لك من شويه انه الريليشن بانه التايم باور 2 دايركت مع الار كيوب، يعني هتقول لي تي 1 ديفايدد تي 2 اول باور 2 ايكوال ار 1 ديفايدد ار 2 اول باور 3، وتبدا حضرتك تجمع وهتبقى الحاجة الوحيدة اللي عندك انها التي 2 هي اللي مش موجودة، هتطلعها لي وتشوفها بكام. فهو تعويض بسيط مش فيه اي حاجة. بيقول لي two satellites are at the same distance from the earth if one of the satellites has mass of m والتاني mass to m، مين فيهم has smaller acceleration؟ طبعا احنا كلنا عارفين انه الاكسلريشن والفيلوسيتي بتاعت الساتلايت اندبندنت عن الماس، وبالتالي هما الاثنين هيبقى عندهم سيم اكسلريشن والسو سيم فيلوسيتي. في الاي سي كويشن هنا يعني اعتقد انها حاجه بسيطه مش فيها حاجه، بيقول لي ليه الاوربيتال فيلوسيتي ديبندز اون ذا اوربيتال راديوس اونلي؟ طبعا من الرول وهنوضحها له. لما يقول لي الاوربيتال فيلوسيتي اوف الساتلايت الماس بتاعته كذا ايكوال الاوربيتال فيلوسيتي اوف ساتلايت الماس بتاعته كذا، طبعا لان احنا عارفين انه الاوربيتال فيلوسيتي ديبندز على الماس بتاعه البلانيت اونلي مش الماس بتاعه الساتلايت، عشان كده هما الاثنين هيكون عندهم نفس الفيلوسيتي. بعد كده بيقول لي ساتلايت موفز ان يونيفورم سيركلر باس اراوند ذا ايرث ات ديستنس ار فروم السنتر اوف ذا ايرث explain why a satellite does not fall، طبعا لانه السنتريبتال فورس act as gravitational force، وبالتالي الروتيشن بتاع الساتلايت بيعمل سنتريبتال فورس بتخليه keep rotating not fall toward the earth surface. وطبعا دول التو كيس اللي شرحناهم، لو وقف هيقع ولو gravity vanish هيطير بعيد عن الارث في الدايركشن بتاع التانجنت due to inertia. طيب هنا لما يقول لي what will happen if the curvature of the projectile parallel the curvature بتاع الارث، ما ده الكونديشن بتاع الساتلايت، خلاص هيبدا الاوبجكت دوت البروجكتايل روتيت اراوند الارث ان اسيمي سيركلر باث فور ايفر، وبالتالي مش هيبقى في عندي اي مشكله اطلاقا في الروتيشن بتاعته.
هنا بيقول لي the international space station orbit the earth in an orbit of radius r where it's complete one revolution في time t if part of 0.5 من الماس lost، يعني جزء من الماس بتاعتي lost منها، يعني جزء منها وقع. يا ترى هنا في 5 بيطلب مني البروف بتاع انه t باور 2 equal 4 squared في r cubed في g في الام، وده يمكن انا الرول اللي انا قلت لك ان انا من خلاله بقدر احسب الماس بتاعه البلانت. انا بطلع الام بره بحط التي باور 2 مكانها، فطبعا ده رول مهم جدا بمعلوميه البريديك تايم والريديوس كيوب، بتقدر تجيب الماس بتاعه البلانت. وطبعا ده البروف بتاعه بسيط جدا، انت عارف ان البريديك تايم ايكوال 2 باي ار ديفايدد الفي، وعارف ان الفي ايكوال روت سكوير بتاع جي ام اوفر ار، هتحط الفاليو بتاعه الار هنا وهتعمل سكويرنج هتطلع الفاليو دي قدامك، وهي نفس القصة في 6 هتكملها، فمن خلالها هتلاقي انه الجي في الام تاخد الشكل ده بالظبط، يعني انت هتطلع دول هتدخل التي مكانها تبقى نفس البروف بالظبط. طبعا بالنسبة للبروبلم يمكن هنا هو ديت هتبقى تعويض مباشر، هنا برضو في 2 كل ما هنالك ان انت بس عشان تجيب الاوربيتال فيلوسيتي الروت بتاعها بيقول لك انه الفي ايكوال الروت بتاع الجي ملتبلاي الار، وطبعا دي الجي اللي هي جرافيتي اكسلريشن فوق، والار دي اللي هي الراديوس او الهايت بتاع الساتلايت اللي هو ار بلس اتش، يعني الار دي قصدي فيها الار فوق. فطبعا انت هتجيب الاول الجي داش اللي هو اللي هي سي اللي هو برضو اللي هي قيمتها في سي، هتجيب الجي فوق الجي داش هتطلع الفاليو بتاعتها وتعمل بيها سبستيتيوشن هنا هتطلع الفاليو بتاعت الفي، وبعد كده منها تجيب البريديك تايم اللي هو 2 باي ار اوفر تي، وفي الاخر طبعا هتطلع لي السنتريبتال اكسلريشن بتاعت الموشن اللي هي نفس القيمه بتاعت دي، يبقى انت كده عملتها. هنا بقى لما يطلب منك الريدياس، طبعا بص من نفس الرول دوت انت لو عاوز تجيب الريدياس هيبقى جي ام في التي باور 2 ديفايدد 4 باي سكوير ده الار كيوب، تاخد الروت بتاع الكيوب بتاع الكلام ده، يبقى انت كده طلعت الريدياس، يبقى هنا الريدياس ايكوال الكيوبيك روت الكيوبيك روت بتاع التي باور 2 في الجي في الام اوفر ال 4 باي سكوير. وطبعا لما تطلع قيمه الريدياس ما تنساش انه ار بلس اتش، فتعمل ماينس الار هتطلع الفاليو بتاعه الاتش، ان شاء الله مش هيبقى فيها مشكله بالنسبه لك. كمان هنا بيقول لي المون روتيت اراوند الايرث، مديني الريدياس ومديني البريديك تايم وطالب مني الماس بتاعه المون. طبعا قلت لك الرول اللي احنا بنجيب منه الماس بتاعه البلانت ايكوال 4 باي سكويرد في ار كيوب ديفايدد جي في التي باور 2، من خلاله بتقدر تطلع الفاليو بتاعت الفي. نيجي هنا نتكلم على 5 اللي هو 10 كيلوغرام ساتلايت اوربت الارث في سيركلر اوربت ات التيتيود كذا، يبقى انا مديك الماس ومديك الهايت وبديك الماس بتاعت الارث والريدياس، وطبعا مطلوب مني اني اجيب الجرافيتيشنال فورس. طبعا الجرافيتيشنال فورس والسنتريبتال هما الاثنين حاجة واحدة، لما تجيب الفورس طبعا هتبقى جي ام ام على ار بلس اتش سكوير، يعني سبستيتيوشن مباشر. لما يقول لي عايز اجيب التانجنشال فيلوسيتي اللي هي الاوربيتال فيلوسيتي، هتبقى الفي ايكوال الروت بتاع الجي ملتبلاي الام على ار بلس اتش، ولو انا عاوز اجيب الفاليو بتاعه الجرافيتي اكسلريشن برضو هتطلعها من الرول اللي بيقول لك الجي ايكوال الجي كابيتال في الام على الار بلس اتش اول باور 2، منه هتروح مطلع الفاليو بتاعتك. لما اجي بعد كده اتكلم على بيقول a planet of mass same mass of the earth has radius double the radius بتاع الارث، وعايز الويت اوف بادي. طبعا زي ما اتفقنا في القصه دي بالظبط، بنقول طالما الماس كونستانت يبقى ملهاش اي لازمه، يبقى الويت بتاع البلانت ديفايدد الويت بتاع الارث ايكوال الراديوس بتاع الارث سكوير على الراديوس بتاع البلانت سكوير. الكلام ده هتلاقيه بقي 1 اوفر 4، يعني لانه دبل يبقى 2 باور 2 يبقى 4، يعني 1 اوفر 4 يبقى الويت اللي انا عايزه على 100 ايكوال 1 اوفر 4، وبالتالي هلاقي انه الفاليو بتاعت الويت هتطلع لي ب 25. ممكن كمان يقول لي انا عندي بلانت هاز ماس 4 تايمز ذا ماس اوف ذا ايرث والراديوس بتاعه دبل الراديوس بتاع الارث، وعاوز اجيب الويت على الارث 150، يبقى الويت عليه كام؟ طبعا احنا زي ما اتفقنا هنقول الويت على البلانت ديفايدد الويت على الارث ايكوال الماس بلانت على ماس ايرث في ار ايرث سكويرد على ار بلانت سكويرد،
ونفس الطريقة بالضبط نعمل substitution، هتطلع لي هنا ب1، عشان كده هنقول انه الماس بتاع الارث ايكوال الماس ام سوري الويت اوفر ذا ايرث ايكوال الويت على البلانيت، يبقى ايكوال برضه 150. هنا بقى بقول اف ذا ماس اوف الارث از 81 تايمز الماس بتاعت المون والديستنس بتوين ايرث سنتر اند المون ايكوال 60 ار، ومديك قيمه الار، يبقى اعمل 60 ملتبلاي الكلام ده، هجيب الديستنس اللي بين الارث والمون. وطبعا انا عايز ادور على بوينت بينهم، البوينت دي الفرصه عندها بزيرو، يبقى احنا كل اللي هنعمله هنفرض زي ما عملناها قبل كده اللي هي بنسميها نيوترال بوينت، انها ات بوست ديست بوينت اكس من المون، يبقى ات بوينت الديستنس دي كلها ماينس الاكس. فعشان كده هقول يبقى الفرصه هنا بتاعت الارث ايكوال الفرصه بتاعت المون، هعمل سبستيتيوشن، الجي هتطير مع الجي، الام بتاعت الاوبجكت هتطير من الاثنين، هيتبقى لي الماس بتاعه الارث وهنا الماس بتاعه المون، بس قايل لي انه الماس بتاعه الارث 81 الماس بتاعه المون، يبقى الماس هتطير مع الماس، هيتبقى لي بس ال81، يبقى ال81 على 60 باي الراديوس باي 10 باور 3 ماينس الاكس اول باور 2، الكلام ده ايكوال 1 ديفايدد اكس سكويرد. هعمل سوليوشن، هطلع الفاليو بتاعه الاكس، وبالتالي اقدر اجيب الفاليو ديت واجيب بعدها من الارث كام وبعدها من المون قد ايه. بكده اكون وريتك الطريقه بتاعه الحلول بتاعه جميع الكويشن بتاعه الساتلايت اللي كانت موجوده في المعاصر. طبعا انا ما حلتش بالتفصيل، فانا اتمنى انك انت تحل الاسئله كلها مع نفسك، واي حاجه تقف معاك ابعتها لي، قول لي دي وقفت يعني محتاجه تفصيل اكتر ابعتها لي، نبدا نعملها احسن. وانا ان شاء الله المره الجايه هبقى اعمل لكم مجموعة مختارة منتقاة من الأسئلة اللذيذة اللي هي والأسئلة اللي فيها فكر وفيها تفصيل غير كتاب المعاصر يعني، هنظبطها إن شاء الله، هنعمل لها فيديو كامل ليها وهنبعتها. عشان كده يبقى موضوع الجرافيتي انتهى بالكامل، عشان نبدأ نستعد للامتحان الإلكتروني اللي احنا هناخده على الجزئية ديت. فأتمنى تكون يعني المعلومة وصلت لك، وإن شاء الله هيبقى في بيننا تواصل يعني على هنشوف هنعمل ايه، هل هتبقى الموضوع اونلاين ولا ايه بالظبط. فانت اهم حاجة اللي يقف معاك ابعتهولي، وان شاء الله ربنا يقدم اللي في الخير. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.